الصباح الاوسط اليمين، ان انا كنت ماسك هو سلاحه بايده الشمال وانا اقضى على السلاح، السلاح اهو يا معلم اهو في ايدي اهو، اقضى على السلاح. قرر الزميل ده الكلام ده على مسامع حضرتك، سلاح قتل من لو هو في ايدي وسحب وفي منازعه وشد الجزمه بينه وبينها وجت اسحبه هيقطع دول ويفصلهم عني، مش هيختصوا النص ويجرحوا ويسيب بقيه الاصابع وبقيه كفه الايد ما يجرحهاش. ده الطبي لما النيابه حالة السلاح المرفق لا يوم صدري وما عليهوش اي اثار وما فيش اصلا سلاح. استغاث المتهم امام هيئه التحقيق بقول لهم ده انا عندي في العربيه كاميرا بتصور، هاتوها وفرغوها. مين اللي استغاث؟ هو المتهم بيستغيث من كيف هذه المتهم عليها ومن براثنها حتى يفقد من براثنها. محامي الشركه بتاع الدوله، ايوه معلم، محامي الشركه جه قعد برضه قبل كده فقعه حبيبه ودايما بيتخلى عن نفسه ويقول ده هو في بلاغات، هو كذاب لسبب. اخت المجني عليها لما قالت في التحقيقات انا اخترت احسن سواق لاختي، موجوده باللفظ، موجوده حرفيا في اقوال المجني عليها، انا اخترت لها احسن سواق. الله، امال اللي شرب شاي بالياسمين وجه قال ده هو عنده اخطاء، المتهم بسلامه نيه في التحقيقات جه قال ايوه فعلا انا عندي شكاوى وبلاغات لان ما بسمعش العملاء والعميل بيتضايق وبيتحرق دمه وبينفعل عليا وبيشتمني، فده بيحصل المشدات بسبب ده. لكن هل في تحرش جنسي؟ مفيش ما هو ده. شغال في الشركه ولا علاقته بيها تاني؟ هو ما زال شغال. اما انا بيحصل التطبيق ده ازاي؟ هو الشباب بيعملوا ايه؟ بيدخلوا يشتركوا مش موظفين عند اوبر. ده هم بيدخلوا بياخدوا حاجه اسمها بونص. يعني كل راكب عدد الركاب وفي الاخر بيروح يصرف البونص ده الركود هم بيبعتوه على البنك. فهو مش عايز ينتظر الجزئيه دي مع الريس ويقول للعميل ابعت لي كاش. على فرض مثلا يا معلم الريس، انا النهارده هرتكب واقعة زي دي، إيه المبرر؟ يعني ما بعد الخلاف تلفيق يا معالي الرئيس، ده أمر واضح وجانب العيان وجانب الخلافات اللي بينه وبين والذي بدعو إليه. أنا هقول لحضرتك أهو واحدة ركبت معاها قال لها مش هوصلك، هي مستعجلة وعايزة تخش في زيك، مش هوصلك، أنا مش هوصلك. والشغل بقى الوسط اللي حضراتكم عارفينه اللي ما ينفعش السواق يتكلم معاه بالاسلوب ده، صوته عالي لانه ما بيسمعش. ف لا نزلني او رسمني مكاني وعلى نهر الطريق، قال لها مش هوصلك يا تديني اجره توصيلك للبيت. فحصل الخلاف والانفعال ومش بعد الانفعال والقصه دي هيطرق في ذهني ان انا فاضلك اصلا عشان اتحرش بيكي وانا اصلا بهذا البنيان وهي قد كده والمحكمه اذا ارادت ان تطالع المجني عليها يا ريت تيجي النهارده. انا عاوز اسالك قدام المحكمه النهارده معانا الريس صرخت اختها والمجني عليها اجيبه ازاي؟ طلبت الثاني وبنفس المعارفه كده انا عاوزاه هاتوهولي. يعني ايه هاتوهولي؟ هتعملي في ايه؟ وفي الفعل بعد ما روحت وارتحت الولد لو كان مرتكبا لجنايه كان هرب روح بلده راح يختبئ. ده نزل كمل شغله وتاني يوم الصبح في الفجر بيفول عربيته في البنزينه جنب جاي وكيلو فيستيفال تم القبض عليه في سيارته. اصطحبوه على الاسم يا معالي الريس وكان علقه مظبوطه بالوصايا وارجع تاني للدفع الاولاني اللي انا مش عايز اتحقق. ايه علاقه اسم تاني بينها وبين ثلاث خطاوي اسم التجمع الخامس، في معنى ان علاقاتي والناس اللي هتخدمني كلهم في اسم تاني. وده اللي حصل يا معالي الرئيس، وانا ارضى بمنصه العداله ومنصه القضاء ان تشاهد هذا المحضر. وانا على فكره بمنتهى الوضوح كدفاع وكمحامي فبترافق في هذه القضيه قسما بالله وقسما لا احلف فيه
اذا هذا الولد تم حكم عليه بيوم واحد في هذه القضيه ساخلع رداء المحاماه للابد غير عاريا وغير مش هندا. ما ايوه ليه يا معالي الرئيس؟ ليه يا معالي الرئيس؟ في منطقيه الامر انا هقول لحضرتك انت بتشترط كده؟ لا حاشا لله حاشا لله ولكن اصل لا يعنينا في شيء بالظبط او لا بالظبط يا معالي انت بتأدي واجبك معالي الرئيس اولا واخيرا الواقعه اتفضل استفزت الشارع المصري كله مش بس كده متداوله بشكل رهيب جدا دي بالذات ثلاث ارباع الراي العام وانا متابع جيد للراي العام ثلاث انا عارف ان القاضي لا يتاثر بالراي العام لا من قريب ولا ان كان في احد القضاه وان لذلك تمام بالظبط وانا ده مكلم ريحني جدا احد الساده القضاه الاكابر بيقول اذا كان للراي العام حق التدخل وحق متابعه القضايا الا انه لا يجب ان يتدخل في مسائل فنيه لا يعلمها يستقل بها قاضي الموضوع. فما يقرره الدفاع النهارده من متابعاتي للواقعه والحوافظ المستندات اللي انا جمعتها من يوم ما جبت القضيه فهي معالي الرئيس يعني اذا تقبلت علينا بان اول حفظه فيها الحكم اللي المحكمه اصدرته قدم حضرتك مستندات كلها على صوره فين الحكم الصادر في سبع حوافظ مستندات معنا الرئيس. وعدة حوافظ أخرى دول على مستندات راجعتها المحكمة. معالي الرئيس أنا النهاردة في أوراق الدعوة كلها لا يوجد دليل إثبات واحد يصلح سندا للإدانة. يعني ما عنديش عملا بالمنطق القضائي السليم بقى حتى تطمئن المحكمة لرواية المبنى عليها يجب أن يكون هناك دليل فني. ما هو الدليل الفني؟ تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي لم يبقى أيضا إلى الدليل الفني لأنه خالف وتناقض مع أقوال المبنى عليها ذاته. أقوال المبنى عليها قالت أنا وشي كله دم أنا إيده كلها مقطوعة إلا أنه المحكمة المستشفى الجوي رفضوا يعملوا لها التقرير اللي هي عايزاه فكتبوا لها الجروح والشحاجات اللي هي راحت عملتها في البيت ونزلت بعد ما نزلت المستشفى بعد ما روحت بثلاث اربع ساعات ازاي تدور الموضوع زي حبيبه مش معنى قضيه حبيبه بقت راي عام النهارده البنات يا معالي الرئيس عندهم فوبيا كل ما يركبوا مع سواق اوبر كل ما يركبوا مع سواق اوبر يجروا يعملوا فيديو ويقول اصل اوبر قال لي اصل اوبر عادي نزلني في الشارع القضيه دي يا معالي الرئيس من الخطوره بمكان يعني وكانه يعني في حافظه من المستندات سالم الدماغ اللي عاملاها عامله فوتوشوب لاوبر وهو بيشنق البنات يعني تخيل يعني وصلت ان هي بتروع الناس من تطبيق اوبر احنا عندنا فرق ست تطبيقات شغالين اشمعنى اوبر؟ اشمعنى اوبر بالذات يعني؟ والولد ده ده هو شريك في اوبر ولا حاجه ده شغال بينزل ساعتين بالليل يجمع مبلغ يروح بيه على لاخته ووالدته وعلى فكره يتيم وانا مقدم كل المستندات اللي بتثبت وضعه الاجتماعي معانا زي سنه يعني اذا سمحتوا لي برضه يعني الجزئيات اللي انا خصصتها من المحضر عملتها على هيئه حوافظ يسيرا على عقد المحكمه عند قراءه الاوراق الملتمس الحقيقي يا معالي الرئيس من الدفاع في هذه الاوراق في جلستنا اليوم ان استحلفكم بالله إذا ما رأت المحكمة واطمأنت لبراءة المتهم أن تحيل المبنى عليها وشقيقتها وبالذات شقيقتها اللي اسمها سالم إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة ترويع الرأي العام. بناء عليه؟ التمس القضاء وبراءة المتهم. اسمح لي مجرد أرتب عليها خلاص يا أستاذ المتهم عارف المتهم بس هو ما بدأش رحلة عشان المتهم عارف من يتكلم. شكرا معلم. قرارك في الجلسة. شكرا.
عبد الرحمن جمال عبد العزيز. عبد الرحمن جمال اشتغل ايه اصلا؟ كانت ما كنتش بولع سجاير حشيش؟ لا يا ابني.